السلام عليكم. هلا شباب، من أفضل وأروع التطبيقات التي قمت باستخدامها للتعديل على الصور، هذا التطبيق رائع جدا جدا جدا. هذا التطبيق يستحق التثبيت على هاتفك الأندرويد. أنا قمت بتجربة العديد من التطبيقات يعني، لكن هنالك بعض التطبيقات تفتقد الدقة والمصداقية. هذا التطبيق يعطيك مجال كبير من المرونة وأيضا من الجودة والمصداقية. تعديل على حجم الصورة، تعديل على مقاس الصورة، تعديل على صيغة الصورة. كيف تقوم بتحميل هذا التطبيق وكيف تقوم باستخدامه؟ قبل بدء في شرح الفيديو، على هذه القناة أقوم بتنزيل فيديوهات تتحدث عن مشاكل وحلول الهواتف والتطبيقات. إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة، تكرما أرجو عمل لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل فيديو جديد أقوم بتنزيله على هذه القناة ونتابع الفيديو. هذا التطبيق موجود على جوجل بلاي، اسم هذا التطبيق أمج سايز. أنا سوف أضع لك رابط هذا التطبيق في أسفل الفيديو في صندوق الوصف. أن تنقر على التطبيق بعد تثبيته، تظهر لك هذه الإعدادات، تقوم بالنقر على السماح وما إلى ذلك. هذه هي الواجهة الرئيسية الخاصة بالتطبيق. الآن على سبيل المثال أريد التعديل على حجم. الآن يعطيك التطبيق بعض الخيارات لعملية استيراد الصورة، إما تقوم بالنقر هنا كما تشاهد وتقوم باستيراد الصورة من الاستوديو، أو تقوم بالتصوير مباشرة باستخدام الكاميرا. أنا سأختار صورة من الاستوديو. أنا على سبيل المثال هذه هي الصورة كما تشاهد. هذه الصورة كما تشاهد يمكن التكبير والتصوير في هذه الصورة. الآن أنا أريد هذه الصورة بحجم 600 ميجا بكسل في 600 ميجا بكسل. أقوم بالنقر هنا كما تشاهد، أقوم بالتعديل 600 وأيضا 600 كما تشاهد، تم ضبط المقاس. الآن أريد هذه الصورة بارتفاع 5 سنتيمتر أيضا بعرض 5 سنتيمتر، أقوم بالنقر على سنتيمتر كما تشاهد، فقط أقوم بالنقر على 5 سنتيمتر وأقوم بالنقر هنا أيضا، أقوم بضبط إعدادات الطول والعرض وخمسة أيضا هذه المقاسات وأيضا المليمتر إذا أردت الصورة بعرض مليمتر معين وبارتفاع مليمتر معين، تقوم بالكتابة وأقوم بنقر على البكسل مرة أخرى. الآن أريد حفظ هذه الصورة. كل ما عليك فعله إذا أردت حفظ هذه الصورة أن تقوم بالنقر هنا على هذا السهم في الأسفل، يقوم بحفظ الصورة مباشرة في الاستوديو الخاص بك. وأيضا يمكن طباعة الصورة مباشرة، تطبيق رائع رائع. لو ذهبت إلى الاستوديو، هذه هي الصورة، أن أتي هنا وأنقر على تفاصيل الصورة كما تشاهد. هذه هي الصورة 600 في 600 بصيغة JPG. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أرجو لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.